السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أحلامنا الجميلة. صباح الخير عليكم جميعا. النهاردة هنكمل تفسير الأحلام والرؤى، وإن شاء الله يا رب ننال إن شاء الله كده إعجابكم، وإن شاء الله تستمتعوا معنا. النهاردة هنشوف عالم الأحلام. ده عالم هو عالم خفي، مش أي حد يقدر يوصل له، ولا أي حد يقدر يعرف إيه اللي ورا الأحلام دي. وناس كتير بتصحى من النوم وتقول خير اللهم اجعله خير، إيه اللي أنا شفته النهاردة في المنام. هو عالم حافي بالأسرار كمان، يعني في حاجات أنت تشوفها تفسرها بطريقة وهي ليها. ألو، أيوة، معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أيوة، عايز نكلم الشيخ إبراهيم. هو النهاردة الشيخ إبراهيم مش موجودة حضرتك. أنا لا، موجودة. لا، لسه شغال على الهوا. نعم، لسه شغال على الهوا. يا فندم إحنا اللي موجودين النهاردة، حضرتك لو عايزة أي حاجة إحنا تحت أمرك. خلاص يا جماعة، شوفوا لها في الكنترول اللي هي عايزاه. شكرا. نرجع تاني كمان يا جماعة، تفسير الأحلام هو يعني عالم حافي بالأسرار. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقوم من النوم ابقى شايفه حاجه افسرها بطريقه وهي ليها معنى تاني خالص، لان كمان في غرائب وطرائف في الاحلام وفي الرؤى بالظبط زي الواقع. سبحان الله، يعني ممكن اشوف حاجه واتخيل انها حاجه وحشه او حاجه مؤذيه، او ايه اللي انا شفته ده؟ ازاي اشوف مثلا امي بالمنظر ده او اختي بالشكل ده وهو بيبقى خير كتير جاي لها ومحدش واخد باله؟ فانا بتمنى منكم ان اي حد يشوف حاجه غريبه او طريفه او مش فاهم معناها يتواصل معانا، وان شاء الله ارقامنا هتنزل قدامكم على الشاشه. اللي يحب يتواصل معانا ويستفسر عن حلم، يستفسر عن اي حاجه هو عايزها، يتفضل معانا، اهلا وسهلا بيه. عند حسن ظنكم ان شاء الله، وان شاء الله يا رب نفسر لكم تكون احلام جميله. امر الله علينا وعليكم يا رب. تعالوا نتكلم النهاردة عن رؤية ربنا عز وجل في المنام. طبعا ربنا محدش بيشوفه كحاجة مجسدة، لأن ده معروفة أن ربنا سبحانه وتعالى. ألو، معنا اتصال. خالد، أم خالد. أيوة، ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ الحمد لله، اتفضلي. لو سمحت، اخويا كان حلم يعني ان هو كان نايم. تمام. وبعدين جنبه الشمال وجعه يعني. وبعدين جنب النوم فعرى هدومه كده، لقي بطنه مفتوحة وشايف كل حاجة في بطنه. وطي طيب التلفزيون يا ام خالد شوية، عشان صدى الصوت ده. وبعدين قال سبحان الله، يعني بطني مفتوحة وانا شايف كل حاجة في بطني. وطي التلفزيون سن عشان اعرف اسمعك حلو يا ام خالد. وبس يا دكتوره وشكرا. هو شاف بطنه مفتوحه. وشاف كل حاجه في بطنه. طيب يا ام خالد، هو البطن دي اللي هو يعني من جنبه الشمال يعني. جنبه الشمال، هو غالبا تعبان او عنده مشكله مرضيه او عنده مشاكل في اسرته، لان البطن دي اللي هي كل حاجه في جوفك، اللي هي اسرارك وخباياكي وخفاياكي، وممكن يكون منها عيالك، وممكن يكون منها قرايبك، اي حاجه جوه في مكنون البني ادم، يعني جواه مستخبي حاجه مستخبيه. ففي حاجه هو يعني مشكله ما هتبدا تفتح الحاجات دي وتظهرها له، تبقى قدامه يعني ظاهره واضحه، ما فيهاش اي جدال ولا اي نقاش. هي شويه قلق وشويه مشاكل، وان شاء الله يحلها، وان شاء الله يا رب تكون خير لي وخير عليه ان شاء الله، وخير ليكم جميعا. وقولوا له ما يقلقش، والله اعلم. ايوه، معنا اتصال تاني. ايوه، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا عندي رؤيه وعايزه اقولها لحضرتك، ربنا يجعلها خير ان شاء الله. ان شاء الله خير لكم وعليكم ان شاء الله. اتفضلي. ان شاء الله. اتفضلي. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انا شفت ان انا اساسا في الحياه موظفه، بس انا شفت ان انا في مكان كده، يعني مش شكل شغلي بس اكنه هو شغلي بس فاضي، وكان
كان معايا مدير زمان بقاله ميت متوفي بقاله 2 سنين اسمه محمد المرسي. تمام. فاحنا قاعدين في مكان زي اجتماع كده والمكان ده المكان كله اتفض وانا قاعده، وبعدين في بيكلمني كده على الجواز ان هو يعني بيقول لي انت بقالك انا بقالي يعتبر يعني 16 سنه او 17 سنه. تمام. ارمله. فبقول له بقالك قد ايه؟ بقول له 16 سنه او 17 سنه هاجي بعد ده اتجوز. قال لي 20 سنه كتير عليكي. فلقيت محمد المرسي ده الراجل ده كان الله يرحمه في الحياه طيب، بس هو جاي قاعد كده. قمت انا بقول له هو محمد المرسي ده موجود؟ لقيته تحول لانسان جايب شنطه وبيجري ورايا، والشنطه اللي معاه ديت عايز ياذيني بها. فبقيت اجري من المبنى جري زي ما اكون بجري من انسان، وبقول لي يعني هو ازاي صحى وجاي عشان ياذيني كده وبيجري ورايا بالشنطه دي، شنطه حريمي بس عمال يجري ان هو لو حدف عليها هتبقى اذى ليا. فنزلت لقيت زمايلي تحت، لقيت مدام انتصار دي اللي فاكراها، فانا شبه اغمى علي. ففوقوني ولقيته جاي تاني. فقعدت اجري واستخبى منه. ويقول لي انا هطولك لغايه ما الحمد لله وقع. جه في النهايه ووقع، يعني الشنطه وقعت وقال لي يعني ان انا خلاص كده مش هعرف اوصل لك يعني خير. لاني مشيت يعني دخلت في وسط ناس على اساس ان وجودي في الناس دي هيحوش الاذى يعني عني. فهو في النهايه قال لي خلاص. والله هو الحلم ده جميل جميل جدا ليكي انت، بس هتواجهي ان شاء الله ربنا يجعله خير ليكي وخير عليكي ان شاء الله. هتواجهي شويه مشاكل، كانت المشاكل دي ماتت او كانت خلاص راحت لحالها، بس هتتجدد، ولما هتتجدد انت هتحسي بيها وهتواجهيها. بس يعني للاسف ان شاء الله انت هتتعبي سنه، بس ان شاء الله في الاخر هيبقى انتصار. اللي انت شفتيها دي مش معناها انتصار صاحبتك او زميلتك، لا، هو ربنا ان شاء الله هينصرك على الحاجه اللي هي هتاذيكي في عملك دي او في شغلك او في المكان اللي انت فيه ايا كان. وان شاء الله بامر الله ربنا يعني انت يعني هتصبري شويه، لكن ربنا ان شاء الله هينصرك ان شاء الله ان شاء الله، ما تقلقيش. ايوه السلام عليكم مدام ساميه، اتفضلي. ازيك يا دكتوره؟ الله يخليك. معلش حضرتك، انا عندي 3 رؤى، 2 ليا وواحد لابني. اتفضلي قولي. ربنا يخليك. والله اول رؤية انا شفت الملك سليمان القانوني ان هو ماسك قماشة خضراء مطرزة غالية جدا، وبينادي للترزي بتاعه، بيقول نادوا الترزي خلوه يعني يفصل لي منها فستان. دي اول رؤية وخلصت. ليك انت؟ اه. خير يا رب، اللهم اجعله خير. والرؤية التانية ان انا حلمت ان انا داخلة امتحن قرآن في سورة التحريم بالذات، يعني ان انا داخلة همتحن في سورة التحريم، وقريت اول آية فيها. قريتي اول يعني آية؟ قبل ما ادخل الامتحان كانت معايا مجموعة من النسوة ماسكين المصحف. تمام. وايه ومركزين على سورة التحريم لان احنا هنمتحن فيها، وقريت اول آية يعني عينيا شافت اول آية. انت في الواقع بتدرسي قرآن؟ اه. وبعدين وانا يعني واقفة فبعدين حسيت ان البريد نزلت فدخلت الحمام. ودي الرؤيتين بتوعي. اقول الرؤيه اللي تخص ابني؟ طب انا افسر لك الاولانيه وبعد كده تقولي الثانيه ان شاء الله. هو يعني هو رؤيه سيدنا سليمان في المنام هو خير ان شاء الله. يعني هو ممكن تكوني انت ايه محسوده مسحوره، والله اعلم. وان شاء الله بامر الله هيجي لك الفرج بامر الله. لبس الفستان واخضر ده معناه حاجه جميله، يعني حاجه ليكي ايه هتنولي ان شاء الله رفعه او شهاده او معزه من عند الله عز وجل. دي نمره واحد. انك انت داخله تمتحني قران وقريتي اول ايه فيه ان شاء الله برضو ده رفعه وحسن مكانه وعز من عند ربنا عز وجل. يعني ربنا هيحطك في منزله ان شاء الله حلوه، وانت بتقولي في الواقع انت من حفظه القران، فيا رب يجعله في ميزان حسناتك كده ان شاء الله، وتنفعي بيه غيرك وتنتفعي بيه ان شاء الله. وهو هي رؤيه جميله يعني ما تقلقيش، رؤيه حلوه، بس ان شاء الله يعني هو في شويه قلق ومشاكل، وان شاء الله ربنا هيبقى معاكي وهيعزك بالقران ان شاء الله. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام مدام وفاء. اتفضلي. ايوه دكتوره عندي حلم. اتفضلي. حضرتك انا حلمت ان اللي انا في بنت بتعملي زي حواجبي كده،
وبعدين لقيت مره واحده فجاه لقيتها بخدت المقص وراحت مقصقصه لي شعري كده، سويته لي يعني بقى حلو. وبعد كده لقيتها ببص في المرايه لقيت شعري متساوي حلو، ببص في المرايه لقيت ان حواجبي ديت رفيعه خالص يعني مفيش الا خطين كده. قلت لها انت عملتي ايه؟ فالمهم اتكلمنا مع بعض، يعني حصلت مشكله بيني وبينها فضربتها وقعتها في الارض، قلت لها احنا لازم نروح القسم انا وانتي. بعد كده لقيت نفسي قاعده في البيت معايا خالي وخالتي قاعدين في وشي مني في طبق فيه سمك، فبمسك سمكايه منهم سمك اخضر، فلقيت سمكايه طلعوا دي حيه فراحت نطه مني وقع في الارض. وعايز اعرف لو سمحت يا دكتوره الرقص الحلم، الرقص في الحلم ايه؟ طب انت بترقصي، كنت بترقصي فين؟ في مكان عام ولا بترقصي في بيتك ولا فين بالظبط؟ لا هي كانت بترقص في حته يعني مداريه كده، بس واحده قالت لها خلي بالك الا من بعيد صحاب جوزك اللي هو المتوفي بيبص عليكي من بعيد. دي هي البنت اللي كانت ضربتك او اللي انت ضربتيها صح؟ لا لا ده لا اللي كانت ضربتني دي خلاص انتهت، دي ضربتني وبوظت لي حواجبي وضربتها وكده. بعدين لقيت نفسي في البيت وخالي وخالتي قاعدين، فلقيت سمكيه خضراء مسكتها وقلت لهم السمكيه دي حيه فنطت مني وقعت في الارض. تمام. بعد كده بقى شفت نفسي برقص. بتشوفي نفسك بترقصي، بس بترقصي في مكان في بيتك مقفول صح؟ في البيت يعني، بس في حته على جنب من الدارية كده، مش في وسط حد غريب يعني، مش في وسط حد غريب. قلت لا ده في ناس شايفيني من صح كده؟ انت ما انت هتواجهي هتواجهي مشاكل والله اعلم، هتواجهي مشاكل والمشاكل دي هتبقى حد عاملها لك. بكلم حضرتك بالتليفون يا دكتوره. اوكي ماشي ماشي، بس انا بفسر لك الحلم دلوقتي ان انت هتواجهي مشاكل جامده، واللي هتعملها لك غالبا هتكون حد من اعدائك، يا ضره يا غريمه يا حد يعني ايه. هي واحده ست بس مين هي الله اعلم، وغالبا هي هتبقى ضره حاجه زي كده يعني، حد زوجك لو كان يعني متزوج عليكي او حاجه، هي دي اللي هتاذيكي وهي دي اللي هتحاول تضرك. بس انت ان شاء الله يعني هتوقفي حد من قرايبك وهتوصلي للموضوع ان شاء الله في نقاش، كله خير ليك ان شاء الله. والرقص في الدره ده ان شاء الله هو فرحتك بالانتصار ده يعني، في الاخر ان شاء الله ان ربنا هيجبر بخاطرك ان شاء الله يعني. بس بيحذروكي من حاجه، ان انت ما تتغريش بالنصره اللي انت فيها، لان خلي بالك في ناس بيبصوا عليكي، اللي بيبصوا عليكي دي الغرور ده ممكن يؤدي لمشاكل انت في غنى عنها. فالجأ للدعاء والجأ لربنا. و الو ايوه معنا اتصال ام احمد. ايوه الو ايوه اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام احمد؟ لو سمحتي في رؤيتين، رؤيه لبنتي ورؤيه لجوزي. اتفضلي. الرؤيه بتاعت بنتي ان هي كانت هي غضبانه يعني وشقتها فاضيه، فحلمت ان هي شافت صاحبتها مسيحيه اسمها نرمين، نرمين اشرف اسعد. تمام. دي كانت زميلتها يعني في الدراسه. فشافتها في قلب الشقه عندها، فبتقول لها انت هنا في الشقه ليه؟ قالت لها انا قاعده هنا مع احمد، احمد ده جوزها وانا اللي بروق له الشقه وانا قاعده معاه. فقالت لها طب ازاي يعني؟ وما بيجي يدخل الحمام ايه بتعملي ايه؟ قالت لها بيقول لي وانا بسيبه يخش الحمام وانا قاعده بره. بس وخلصت الرؤيه على كده. طيب هي بنتك الرؤيه الثانيه بنتك مصاحبها قوي يعني الست دي او البنت دي؟ لا هي كانت زميلتها، زميله دراسه بس في الدراسه، في الدراسه وخلاص بقى لها فتره يعني مخلصه. يعني هو غالبا والله اعلم هي يعني عندها مشكله مع زوجها بسبب يا نظره يا حسد يا سحر والله اعلم، والحاجه دي هي اللي مفرقه بينها وبين جوزها، او جوزها هو اللي عنده الحاجه دي، يا اما بنتك او جوزها والله اعلم. وعليهم بالدعاء وقراءه القران، ان هي تستعيذ بالله وان هي تقرا قران وتشغل قران في بيتها وتشغل سوره البقره وتستعين بالله، وان شاء الله ربنا هينصرها وما تقلقيش ان شاء الله والله اعلم ان شاء الله. طيب شاء الله. اقول لحضرتك الرؤيه الثانيه. اتفضلي.
انا جوزي حداد، حلم ان قدام الورشه عنده كوم تراب كبير قوي، ورا البيت عندنا في حته ارض فاضيه، شاف ان هو في ناس بتفحتها تبنيها يعني، فطلعت ميه كتير، فهو خاف ان الميه دي هتيجي جنب جدار البيت بتاعنا من ورا، فراح قال يعني عايز ياخد التراب ده يحطه حوالين البيت عشان الميه ما تجيش عليه. فبعد شويه انا جيت بيقول لي انت اللي شلت التراب دوت من قدام الورشه حطيتيه، فهزيت له راسي كده، فقال لي انت جبتي ايهاب اديتي له فلوس وهو اللي فرده حوالين البيت وكده، قلت له اه ما تشغلش بالك، والرؤيه خلصت على كده. خير، هو خير ان شاء الله. هو طبعا حفر الاماكن او الحفر عموما دي بتبقى مكر، والله اعلم، من بعض ايه الاعداء او بعض الناس اللي حوالينا اللي هم بينظروا لنا نظره ان احنا مثلا ايه عندنا حاجه مميزه او فينا شيء مش هم مش طايلينه، فبالتالي هو في شيء مكر من ناحيه حد يعرفه، سواء في العمل او سواء من القرايب او سواء يعني، بس هو غالبا في العمل لان انت شفتي الورشه بتاعته. وطبعا التراب اللي انت عملتيه وسويتيه انت عملتي معروف معاه او عملتي فيه حاجه، ان شاء الله ان شاء الله هتحل المشكله دي وان شاء الله هتعدي على خير. هي مشكله فيها مكر وان شاء الله انت هتكوني طرف في حلها بامر الله، وان شاء الله ربنا هيبعد عنكم كل شر وكل سوء ان شاء الله بامر الله، والله اعلم. دلوقتي احنا معانا اتصال تاني استاذ احمد. الو 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 ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ احمد. والله انا كده شفت روتين يعني، شفت ايه؟ كنت نايم وطي صوت التلفزيون، وطي صوت التلفزيون عشان خاطر اعرف اسمعك كويس. كنت احلمت نفسي ان انا هي متوفي ميت يعني، المهم وديني الجرابين لقيت ناس متلجياني وفرحاني، وابو مين يقول ده هاتوا عندي، وده يقول هاتوا عندي، وده يقول هاتوا عندي، المهم وبعد كده فجاه رحت صحيت. طيب انت كنت للاسف هو ما كملش الاتصال قطع، بس هو لو كنت لابس لبسك العادي في المنام او في الرؤية ده مش معناه موت، ده معناه ان شاء الله في فرح وفي خير ليك كتير ان شاء الله. لكن الموت او الوفاة حاجة من عند ربنا عز وجل محدش يقدر يتكلم فيها، ولكل اجل كتاب. البني ادم لما بيشوف نفسه ان هو بهيئة الموت ممكن يكون فيها كلام تاني، ممكن يكون موته وممكن يكون موت حد من اقاربه والله اعلم. لكن اذا كان شايف نفسه بلبسه العادي، مفيش كفن، مفيش اللي هي الحاجات اللي هي بتاعت الدفن الرسمي، يبقى هي هنا ممكن نقدر نقول ان هي بتبقى يعني حاجة حلوة في الدنيا، لكن فيها بعض الفساد في الدين والله أعلم. فأنت قرب من ربنا شوية وحاول تذكر ربنا كتير، وإن شاء الله ربنا إن شاء الله يفك كربك وكربنا إن شاء الله، والله أعلم. دلوقتي إحنا هنشوف، كنا بنفسر رؤية ربنا عز وجل في المنام، إن ربنا عمره ما بيتجسد في صورة إنسان. وفي حد اعرفه جه قال لي طب يا استاذه احنا شفنا انا شفت ربنا في المنام، شفته وواقف في صوره انسان بس حاجه كبيره كده وشكله حلو. اقول له لا، ده مش ربنا، ربنا عمره ما بيتجسد في صوره شخص او صوره انسان. هو ممكن يكون نبي من الانبياء، وغالبا بيبقى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا ان راى كمان حواليه عدد من الانبياء، دي بيبقى دلاله حلوه للانسان اذا كان قايم من النوم مبسوط وشايفه متبسم، او شايف الوضع فيه شيء من الهدوء النسبي، ده بيبقى حاجه حلوه وجميله. لكن طبعا لو نهى عن شيء او زجره في شيء او قال له انت بتعمل كده ليه، ده بمعناه انذار لحاجه غلط هو بيعملها في حياته، لازم يعيد تفكيره ولازم يفكر فيها بدل المرة ألف، ولازم يقرب من ربنا. لأن إحنا قلنا قبل كده المرة اللي فاتت إن اللي بيرفع البلاء وسوء القضاء هو الدعاء، إن إحنا ندعي ربنا عز وجل ونطلب منه الثبات ونطلب منه الستر ونطلب منه الخير في كل وقت.
لان البني ادم مننا ضعيف طول ما هو بعيد عن ربنا يا جماعه. صدقوني يعني الواحد كان بيشوف احلام كوابيس كتير قوي 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 صعبه، وكان يقوم من النوم، انا كنت اقوم من النوم اقول ايه اللي انا فيه ده، لا حول ولا قوه الا بالله. فكنت اللي اقدر اعمله ان انا ادعي ربنا، اقوم اتوضى واصلي ركعتين لله، ركعتين قضاء حاجه، واطلب من ربنا كل اللي نفسي فيه. يا رب لو فيها شر بعيدها عني، لو فيها خير حققها لي، يا رب لو شايف الحاجه دي فيها مصلحه اديها لي. الو معانا اتصال؟ ايوه مين معايا؟ ايوه يا لبنى. الو ايوه يا لبنى اتفضلي يا لبنى اتفضلي. الو سامعاكي يا لبنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. لو سمحتي، انا شفت ان انا يعني في مسجد في مطبخ وبعمل مكرونه، وبعدين غمقت مني يعني فخفت كده يعني وسبتها تستوي، فروحت على البيت لقيت نفسي نمت، فصحيت لقيت نفسي ناسيه المكرونه خالص، ففضلت اجري ورحت على المسجد ده وانا مستمتعه بالجري يعني والشوارع كده. دخلت المسجد لقيته نظيف كده وحلو، فقلت الله المسجد ده حلو يعني عشان كده بابا بيحب يصلي فيه على طول. تمام. ودخلت على المطبخ فلقيت ماما لقت المكرونه، فبتقول لي انت اللي حاطه لها ملح ولا حاجه يعني. وكان اليوم ده يوم جمعه، ويعني لقيت يعني كانه صباحيه اخويا اللي هو متجوز. انت متزوجه؟ انت متزوجه؟ نعم. انت متزوجه؟ لا انت مش متزوجه. تمام. طيب لا. يعني هو الحلم وقف على كده خلاص كده؟ وبعدين لقيت خالي يعني جاي ورايا وبقول لي شايفك وانت تجري، وبس انتهى على كده الحلم يعني، بيقول لك خير هو خير ان شاء الله يعني. انت بس هو عمل المكرونه دي، انت حاجه كنت بتتقنيها او بتعملي عمل ما، هي عمل الاكل هو صنعه، انت صنعه بتحاولي تكتسبيها او بتحاولي تبقي فيها يعني بتعملي مهاره، لكن يعني هتتوز منك شويه، لكن ان شاء الله الامور هترجع تتصلح، وان شاء الله اهلك هيساعدوكي في ده، وان شاء الله حالك هيتعدل ان شاء الله، ما تقلقيش. والله اعلم، ربنا يجعله خير لك وعلى قلبك. وهنا جينا اخر حلقه، اخر ميعاد للبرنامج، وبقول لكم تصبحوا على احلام جميله. السلام عليكم ورحمه الله.